أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما المراد بالإعراض في قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري؟ هل هو نسيانه أو إنكاره؟ عدم الإقبال عليه، الإعراض عدم الإقبال، لا يقبل عليه ولا يهتم به، نعم، ولا يقرأه ولا يتلوه. كل الإعراض عن القرآن أنواع، نعم، لا يتعلمه، لا يتدبره، لا يحاول معرفة تفسير الآية، كأنه تخاطب غيره، ما هي بتخاطبه، نعم.